أما بعد الاستقلال فهنا غنميزو بين جوج المراحل، مرحلة ما قبل الإصلاح الضريبي لسنة 1984، ومرحلة ما بعد الإصلاح الضريبي لسنة 1984. فبالنسبة للأولى ما قبله، كان هناك تم استبدال الرسوم الجمركية، أي من 56 ل 84 تم استبدال الرسوم الجمركية الضعيفة في خلال فترة الحماية بأخرى متفاوتة على المنتجات المستوردة. تم إحداث ضرائب جديدة كالضريبة على النظافة سنة 1956، الضريبة على السيارات سنة 1957، تم تعديل بعض الضرائب كالضريبة على المرتبات والأجور والضريبة الحضرية. كيبقى أهم إصلاح في هذه الفترة هو الإصلاح اللي كان في 61 أو 1961، حيث أدخلت فيه تعديلات على الضريبة الحضرية والضريبة على المرتبات والأجور، وأضيفت ضرائب جديدة كالضريبة الفلاحية محل ضريبة الترتيب. خلالها أعفي الدخل الذي يقل عن 1400 درهم أي صغار الفلاحين، وتفرضت الضريبة على المنتجات والخدمات عوض الضريبة على رقم الأعمال. تم كذلك إصلاح الضريبة العقارية سنة 1978 و 1980، وإحداث ضريبة تضامن وطنية في 1982، مراجعة أسعار الضرائب الجمركية اللي انتقلت من 8% ل 12% ل 15% الآن، والزيادة في أسعار تمت زيادة في أسعار الضريبة على المنتجات والخدمات كذلك. أما مرحلة ما بعد هذا الإصلاح الضريبي لسنة 1984، هذه المرحلة تميزت بحدثين هامين: إصلاح الضريبي سنة 1984، والمناظرة الوطنية الأولى حول الجبايات في 1999. بالنسبة للأولى، الإصلاح الضريبي ديال 84 يهدف لتجاوز الطبيعة النوعية وجعل النظام الجبائي متسم بالبساطة والعدالة. تم الانتقال من نظام نوعي إلى نظام تركيبي موحد ومبسط كيشمل ثلاثة ديال الضرائب، اللي هي الضريبة على القيمة المضافة، حلت محل الضريبة على المنتجات والخدمات، الضريبة على الشركات حلت محل الضريبة على الأرباح المهنية والضريبة الزراعية والضريبة الحضرية فيما يخص مداخل العقارات المؤجرة، الضريبة العامة على الدخل حلت محل الاقتطاع من الأجور والخدمات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، والضريبة الحضرية بالنسبة لدخل العقارات المؤجرة، والضريبة على الأرباح المهنية والضريبة الزراعية والضريبة على عوائد الأسهم وحصص الشركاء. إذن هنا ولينا قدام بزاف ديال الضرائب تحيدو، رجعوا ثلاثة: الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة على الشركات، الضريبة على العامة على الدخل. كما نص هذا الإصلاح على النهوض بموارد الجامعات المحلية بتخصيص حصيلة الضريبة المهنية والضريبة الحضرية على العقارات اللي كيسكنوها الملاك ديالها، والضريبة العقارية تم تخصيصها للجامعات المحلية. المناظرة الوطنية الأولى حول الجبايات في 1999 خرجت بمجموعة من التوصيات كندرجوها كما يلي، في 4 ديال التوصيات: الأول تبسيط النظام الجبائي المغربي، تم تبسيطه عن طريق إعداد كتاب المساطر الجبائية في 2005، وكتاب الوعاء والتحصيل 2006، ومدونة الضرائب في 2007، وإصلاح الضرائب المتعلقة بالتسجيل في 2008. تم تخفيض العبء الضريبي كانتقال سعر الضريبة على الشركات مثلا من 45% ل 30% حاليا، وسعر الضريبة على الدخل تم انتقاله من 52% ل 38% حاليا. تم تدعيم الأنشطة الاقتصادية كإعفاء مؤقت أو كلي لبعض القطاعات الاقتصادية كالسياحة، الفلاحة، التعليم الخاص إلى غير ذلك. تحسين الخدمات المقدمة للملزمين بالضريبة، حيث تم الانتقال من التدبير المرتبط بنوع الضريبة للتدبير المرتبط بنوع الملزم، يعني من نوع المصلحة لنوع الشخص الطبيعي ولا معنوي، وتحسين الاستقبال واعتماد التصريح والأداء الإلكترونيين إلى غير ذلك من المساطر المبسطة لتسهيل انتقال تحصيل الضريبة.